بالدموع ديالك انا راح فاتشو ما باش نكونوا فاهمين، شيلو بالدموع ديالك راح فاتشو ما جي جي تشي فيه. يلا يلا كنت واسمع شوف هاد الهضرة كاملة، هاد الهضرة كاملة وقفين بيت باش غادي توصل للدار. اسمع اسمع اش هاد الهضرة كاملة غادي توصل للدار، والله شي غادي توصل للدار كاملة. انا نقول لهم اللي كاين اللي كاين اللي كاين، ما بغاش الدري راه بغاش معقول. شوفي راه ما نعايرك ما نعايرك ما نسبك ما غادي. شنو الاسم ديالك؟ احمد من كازا. احمد من كازا، شحال السن ديالك احمد؟ 27. 27 سنه. شنو الاسم ديالها هي؟ فاطمه الزهراء. شحال السن ديال فاطمه الزهراء؟ عمرها 21. 21 سنه. وفين المحمديه؟ شحال نتوما على علاقه احمد؟ احنا شامين دابا. عامين. اخر مره تشوفتو؟ سيمانه. شنو دابا قلتي قربتي تمشي لدارهم؟ يعني انت مقضي كل شيء، شاري كل شيء؟ انا مقضي امورنا وهذا، ولكن فهمتي كنشوف شي حوايج اللي باقا عندي فيهم الشك، وبغيت نشوف بعدا واش نحيد الشك الاول. لا واش دايرين خطوبه رسميه؟ دايرين خطوبه رسميه؟ لا دابا يلا غادي نمشي نخطب هذا مع دارهم وهذا، ولكن فهمتي مقضي اموري مع دارهم. يعني انت عوال شاري كل شيء؟ يلا يا سلامه. الله يسخر لك السي احمد. باش نزيد من الاخر. ها؟ درت راه غنمشي. ها؟ غادي نسرع انا ونرجع. صافي من الخير. واخا عطينا الرقم ديالها الزيرو قيد. ها؟ 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 أربعة. الو السلام عليكم اختي فاطمه الزهراء. عليكم السلام. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. اش اخبارك العائله الخوت كلشي مزيان؟ انا كنت غير عافاك اختي حداك الصداع ما كنسمعوكش مزيان. دابا كتسمعني؟ لا حداك الصداع حداك الصداع. الله يرضيك شكون عليك تقصد انني. الو اختي فاطمه باقا معانا؟ السلام عليكم وي خويا. وعليكم السلام اختي فاطمه لاباس عليك؟ اش اخبارك كلشي مزيان؟ الحمد لله. فاطمه الزهراء 21 سنه من المحمديه، مرحبا بك معنا، معك سعيد خربوش من برنامج اهداءة الليل. راك معنا على المباشر اختي فاطمه، ولينا الشرف تكون معنا في البرنامج ديالنا. معنا مرحبا بك. الله يكبر بك اختي فاطمه. ابقى معنا واحد دقيقه وتعرف البرنامج ديالك. اوكي اوكي اختي فاطمه الزهراء. اختي فاطمه الزهراء بمناسبه حلول السنه الميلاديه الجديده، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والعافيه وراحه البال قول امين. شركه العطور والهدايا ديالنا كتختار الرقم ديالكم من بين بزاف ديال الارقام اللي كنديروا لهم قرعه كل يوم، وكنتوا من بين المحظوظين وجا في حقك في واحد الكادو او واحد الهديه اختي فاطمه الزهراء بهذه المناسبه ديال راس العام. بالصحه والراحه اختي فاطمه. الله يكبر بك اختي فاطمه. غير هو اختي فاطمه للاسف هذه الهديه كيفرض عليك قانون البرنامج او قانون المسابقه انك تهديها لشي شخص كيعني لك شي حاجه في حياتك، يا خاطب ديالك ولا الحبيب ديالك ولا شي شخص كيعني لك في قلبك شي حاجه. اوكي ايوه. غير هو تبقى معنا شويه في الخاص اختي فاطمه باش تعطينا الرقم ديالو باش نتصلوا به وندوزوا لك على المباشر وتهدي الهديه ديالو في نفس الوقت تقول له شي كلمه في حقه. قولي اختي فاطمه الزهراء بالمناسبه لمن تقدر تهدي هاد الهديه هذه في نظرك؟ انا زعما نهديها شي شخص كيعني لك شي حاجه في حياتك كتبغيه، كتلاقاو دائما عايشين الحب والحياه السعيده. صراحه كنعرف واحد الولد من مدينه المحمديه. سميتو أشرف وكنتمنى نهديها ليه هو. أشرف شنو كيعني لك هذا أشرف؟ بصراحة يعني راك عارف فهمتي كيما هو بعدياتنا وهذا،
اخر مره شفتي اشرف؟ البارح. واخا بقى مع اختي فاطمه سارة. الو الو احمد، الو احمد. اه سميتك احمد ولا اشرف؟ احمد. احمد احمد ماشي اسم مستعار. لا لا احمد باش انا اسم مستعار من الدريه، شي مشكل دول بالي هذا. قلت لك اشرف. انا هي الخاسره، راه شوف بنادم بنادم الناس راه اكيد يبغوا معقولوا صافي بلا ما نقعد بزاف. يلا يلا بقى معنا بقى معنا. واختي فاطمه، فاطمه زهراء، شي كلمه زوينه لاشرف. يا ربي امين. تفضل سي اشرف. الو الو الو، وين فاطمة الزهراء؟ صافا صافا الحمد لله. معك اشرف. معك اشرف. لا ده ماشي صوت ديال اشرف. وشكون؟ سمير. سمير عاوتاني. واو زيدي شي سلمية اخرى. زيدي زيدي شي سميه اخرى. زيدي ما نقولش لك شكون معاك نشوف هاد السميه. شحال عندك من واحد؟ شحال معك؟ احمد. معك احمد. احمد احمد كيفاش احمد؟ صابا. لا ما صابا. شوفي انتي وصابا دابا هادي. انا شوفي 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 انا راه عارف عارف راسي. انا بعدا ما خسرتكش ياك، انا بعدا ما ظلمتكش قدام هاد الناس كاملين اللي كيسمعوا. انا ما ظلمتكش ياك. هاد السيد شهد علينا، انا ما ظلمتكش. يعني ما سيتش ذنوبك، انا كنت معاك ولد الناس، كنت معاك معقول وعامين ديال العشرة وبغيت نفوتك وهادي، وكان في استطاعتي. انت عارفة كلشي، كان في استطاعتي انا نتزوج بواحدة اخرى. احمد 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 عفوا. سمعت سمعت سمعت. ما عندك ما تقولها. شوف غنبقاو داو اش حيداوي، راه الهضره تدخل يمين وتخرج ليمين، فهمتي؟ غادي تدخل يمين وتخرج ليمين، راه ما عندك حتى مبرر. انا ربي بين داكشي اللي الحمد لله بعدا ملي بدينا انا باقي كاع. احمد شوف شوف شوف. قول له قول له شكون هاد سامر. قول له شكون هاد سامر. قول له شكون هاد سامر. اه وسامر شكون عاوتاني؟ دوز خاص دوز خاص. انا ما غاديش نقدم معاك. ما كاين واه دوي بحال دويتي في خاص، بحال دويتي هنا دوي. دابا انت راه قلتي السميه ديال الله، انت راه قلتي السميه ديال الاخر ياك، قلتي السميه ديال الاخر صافي. انت دابا قولي لي داكشي اللي بغيتي تقولي لي في خاص. سمير غير امي ديالي وصافي. سمير غير امي ديالي وصافي. وانا بحال خوك شي انا. احمد عافاك الله يحفظك. واخا واخا بلاش 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 بلاش. شنو انا بالنسبه لك؟ لا اشرف كاش بغي و شي شوف دوك الدموع ديالك انا راه حفظتهم، غاديش نكونوا مفاهمين. شي دوك الدموع ديالك راه حفظتهم. جي جي تشكي فيه يلا يلا كنت واسمع. شوف هاد الهضرة كاملة، هاد الهضرة كاملة واقفين بيتي حتى غادي توصل للدار. اسمع اسمع اسمع. هاد الهضرة كاملة غادي توصل لداركم والله، شي غادي توصل لدارك كاملين. انا نقول لهم اللي كاين اللي كاين اللي كاين. ما بغاش الدري راه بغاش معقول. شوفي راه ما نعايرك ما نعايرك ما نسبك ما غادي. واش يلا دابا اسكتي خلينا ندوي خلينا ندوي. شي انا انا قدام الناس كاملين، انا ولد الناس في داركم فهمتي، نموت معاكم معقول. انا ما نعايرك ما نسبك ما نسبلك والديك ما نقول لك حتى كلمه خايبه. انا نقول لك سيري الله يسهل عليك. ودابا دابا نمشي نمشي. شوف هادي غدك ديالك ديالك هاد الشاب. وين دابا غنمشي خويا سعيد؟ اش قالت لك؟ اش قالت لك دابا؟ كانت مع اشرف يمشي البارح ياك. اه اه اشرف صافي. اه عافاك اختي بعد من الصداع الله يسهل عليك. يعني كانت مع اشرف البارح. شكون اللي ديري بيا انا؟ اش داير انا بروجي؟ اصلا علاش معيط ليا وكبك؟ اشنو اشنو تبع لك؟ وربي كيشفك. وشنو وشنو تصيد انا؟ واش نتفايد انا؟ نتشمت انا؟ ما نبقاش فيك دابا بيناتنا، ما نبقاش فيك. لا تشمت انا؟ احمد احمد ما بغيتش
واخا لا لا هادشي اش دير، انا ما ندوي مع داكم والو، ندير راسي انا اللي فيه لافوت، وانا اللي انا اللي مزيان اكثر من هاد الرجوله، انا اللي فيه لافوت، انا اللي فيه لافوت صافي قدام هاد الناس، كان كلمه واحده كلمه الرجال، انا اللي فيه لافوت، انا ما ندوي مع داكم ونقول لهم اش انا راه وقع لي مشكل خرجت من الخدمه شي حاجه غير باش ما تبانش انت، فهمتي حاجه اكثر من الشطريط. لا لا ما يمكنش لي، شوف 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 شدك ديالك، شدك ديالك راه كيدخل ليا من هنا وكيخرج ليا من هنا، راه مابقاش كيأثر فيه، كان كيأثر فيه فهمتي، دابا مابقاش كيأثر فيه، دابا انا بالرجولة وبالبادي غادي نساعد من الفان غادي كيقار، ما نسبك ما نعيرك ما نقول بشي كلمة ديال الخبتة داركم، انا ندوي معاهم ظنني انا اللي فيه لك، ما تفاهمناش ما قادينش لهم وصافي. بقى معنا السي احمد، راه قطعات راه قطعات، بقى معنا هو قطع بقيتي فيا الزغبية والله العظيم، إلا بقيتي فيا بقيتي فيا، وبقى فيا أحمد كتر منك.